أعتقد قانون الاستثمار غير هذا يعني راح يكون سبب رئيسي لنهضة الرياضة بالكويت ولتطوير الأندية، لأن يا أخوان مثل ما الأغلب عارف لا يمكن أن يكون دعم 500 دينار من الهيئة للأندية، وهذا الكلام من سنوات طويلة، وتطالب الأندية في تطوير أنشطتها وتطوير أعمالها وتحقيق إنجازات. احنا على سبيل المثال في نادي الكويت نشارك في 16 لعبة، عندنا فوق ال 400 موظف من بين مشرفين من بين مدربين من بين إداريين، ناهيك عن عندنا فوق ال 1000 لاعب، واحنا نتشرف طبعا بهالارقام لان نعتقد ان هذا جزء من مساهمتنا في المجتمع، ولكن لا يعقل ان فوق ال 1000 لاعب اللي ايضا يحتاج من علاج من تغذية من نقل من امور كثيره، زائد ال 400 موظف ان يكون الدعم الحكومي 500 ألف. فانا اعتقد قانون الاستثمار قانون انقاذ للانديه، وانا اعتقد لو ما اقر هذا القانون الانديه راح يكون لها يوم وتنتهي، اما بتقليص لعباتها الى عدد محدود واما ان يعني الحكومه تزيد الدعم لها. وانا اعتقد اليوم دور القطاع الخاص من خلال الاستثمار انه يساهم في يعني تقليل تكلفه المال العام على الرياضه، مثل ما ذكر اخوي بضاري في كلمته ان جميع البلدان الان جميع العالم ما في نادي يعتمد على الحكومه، جميع الانديه تعتمد على الصرف الذاتي لها من 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 عن طريق القنوات الاستثماريه اللي موجوده داخلها، واحنا نتمنى اصلا ونطمح بان يكون خطوات اكبر في هذا الاتجاه، حتى في تنويع في توزيع اللعبات وتركيز الانديه على لعبات معينه، يعني احنا ما نشوف برا ما نشوف نادي برشلونه عنده لاعب جمباز ولا عنده لاعب مبارزه، هذه جميع اللعبات هذه الفرديه اغلبها تتبع للاتحادات، ولازم يصير في دعم الكافي للاتحادات على اساس انها هي تركز على هذه اللعبات وتطلع لاعبين يرفعون فيها اسم وعلم الكويت في المحافل الخارجيه، وتكون هي المسؤوله عن تنظيم البطولات المحليه مثل ما هي تقوم فيها الان، ولكن يكون تركيزها على لاعبينها ويكون الانديه تركيزهم على اللعبات الجماعيه اللي هي 5. نتمنى ان هذه الامور والقوانين تتطور على اساس ايضا تواكب القوانين العالميه و الرياضه الكويتيه ترتقي الى الاعلى باذن الله.